او مثلا قريبك او صاحبك اللي يقول لك عدي عليا خدني في طريقك وانت في مصر الجديده وهو في بني سويف. طريق من انهي ناحيه يا معلم؟ حتى ابوك وامك دمك ولحمك اما يحطوك قدام كلاحه الامر الواقع مع الضيوف. رايحين فين؟ عندكم مشوار؟ طب ما هشام يوصلكم. مروحين ليه؟ هتشطبوا الشقه؟ طب ما هشام يمعجنها لكم. سماح عندها كيس دهني؟ طب ما هشام يستأصله لها. هشام ده لو طلع من مصباح مش هتعمله فيه كده. وبكده يكون الكلحين سيطروا على كل شبر في البلد، دخلوا في كل خرم، وبقوا في شارعك في بيتك في اهلك، وخلاص كان فاضل بس ان هم يسيطروا على مداخل ومخارج البلد. وده اللي حصل فعلا. اول ما تبقى راجع من السفر في المطار ولسه بتشم ريحه الوطن تلاقيهم فاتحين دراعاتهم ومقبلين عليك كده. ليموزين يا باشا؟ شكرا. ليموزين يا استاذ؟ شكرا. شكرا معايا عربيه. ليموزين يا باشا؟ خلاص اقنعتني، اصرارك اقنعني، هبيع عربيه الناس اللي انا جاي معاهم واركب معاك. تعرف حد عايز لانسر بوما؟ بس طبعا مصري بعد السنين دي كلها تكون عنده جهاز مناعه ضد الكلاح، ما بقاش بيخيل عليه الكلام ده، وعمره ما هيركب ليموزين. ومن هنا ادرك الكلح انه محتاج دم جديد، فريسه اسهل واشهى. السياح بيلاقي غزاله اجنبيه شارده واقفه معاها شنطها، في لحظه بتلاقي نفسها مشحونه في ليموزين ودافع 4000 جنيه في مشوار من المطار لشيراتون. ومن هنا بدا عصر جديد في الكلاحه، الكلاحه على الخواجه. بداوا يطلعوا حملات عشان يصطادوا اي سايح تايه عن القطيع في الاماكن السياحيه، يلبسوه برديه اي فور متصوره ب 20 دولار، يركبوه في لوكا وما يرجعوهوش غير ب 200 يورو، يطلعوه الجمل وما ينزلوهوش غير لما يتنازل عن املاكه كلها. والعمله الصعبه عمت عينيهم وقلوبهم. طبعا بعد كل ده هيجي سؤال على بال كل الناس، هل نقدر نعيش حياه خاليه من الكلاحه في يوم من الايام؟ هل في طرق للوقايه من الكلحين؟ يؤسفني اقول لك لا. ناس حاولوا كتير وفشلوا للاسف. الطريقه الوحيده المتاحه دور على الكلح اللي في اصحابك يحميك منهم وهتعرفه على طول. تلاقيه على طول بياخد سجايرك حتى لو ما بتشربش، بياكل اكلك حتى لو في المستشفى، حتى لو سميت على اكل قول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان هيركن هو هياكل. مشاركك في كل حاجه، موبايلك، حياتك، صحبتك، بصماتك حتى. ده انت محتاجه، ده اللي هيعرف يتصرف معاهم، لان الكلحين ما بيتكلحوش على بعض زي مصاصين الدماء كده، مفيش مصاص بيمص من مصاص تاني، دي قاعدة لو انت قاري ومطلع يعني. بس اهم حاجة ما تبقاش انت الكلح، عشان لو ربنا كرمك واتجوزت ما تطلعش اجيال جديدة من الكلحين. ماما عايز اكل بيض ولا جبنة؟ جبنة. فين ولا بلدي؟ فين. طب انزل هات لنا عيش فين؟ دلوقتي ولا كمان شوية؟ دلوقتي. 5 ترغيفة ولا 10؟ 10 ترغيفة. بسمسم ولا من غير؟ بسمسم. بالفرن ولا من السوبر ماركت؟ بالفرن. باتنين ولا بتلاتة؟ بتلاتة، وروح خد فلوس من ابوك. بابا بابا بابا. نعم. عايز فلوس. فكة ولا صحيح؟ فكة. فضة ولا ورق؟ فضة. تجيب البنطلون اليمين ولا الشمال؟ اليمين. الشماعة ولا في الدولاب؟ الشماعة. وخد اختك وانت نازل. انهي واحدة، الكبيرة ولا الصغيرة؟ اللي مش شبهي. خد يلا. نعم. تنازل ولا طالع؟ نازل. طب هات بوصة لبابا. عيل كلح.